ده الباب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية، هذا جزء من الآية، والآية أصلا قبلية في آية ثانية، وهي قول الله تعالى من سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. دي الآيات كده يا جماعة من سورة سبأ. الآيات دي ابن القيم قال قطعت أصول وعلائق الشرك بالله سبحانه وتعالى. الزول لو داري شرك بشرك ليه؟ واحد من أربعة حجة في الشرك، واحد من أربعة. الحاجة الأولى يقول لك فلان ده أنا لجأت له لأنه عنده شيء. أنت لجأت لي ليه؟ لأنه عنده شيء، مالك ليه شيء، وأنا طلبت منه الشيء المالكه. الله سبحانه وتعالى المسألة دي قطع، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. اثنين، ما دام انه ما مالك شيء في السماوات والأرض يمكن مشارك. انت هسي ما مالك لعمارة لكن مشارك في عمارة شنو ثاني، يعني ما عندك ملكها كلها لكن انت عندك سهم فيها مشارك. الله قال وما لهم فيهما من شرك، هنا السماوات والأرض ما مالكنا ولا مالكين فيها مثقال ذر، وما عندهم مشاركة مع الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، يقولوا صح نحن ناسنا ديل ما مالكين أو معبوداتنا دي ما مالكة ولا مشاركة، لكن عاونت مجرد إعانة. يعني فلان عنده عمارة أنا ما ملكتها لكن أنا ساعدته في بنيانه. الله قال سبحانه وتعالى وما له منهم من ظهير، ما في معين أعان الله سبحانه وتعالى، خلق وحده لا شريك. قالوا طالما ما في معين خلاص شفاعة بس معبودنا ده يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. الله قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لك مثال، لو في الدنيا تكون حي كما في حديث الأعمى الذي جاء في حديث عثمان بن حنيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمى دعا الله والرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله للأعمى لأنه رسول حي، والأعمى جاء وطلب منه الدعاء. فهمت المسألة؟ حي وانت تدعو له والله. أو الشفاعة يوم القيامة، ودي ما بتكون إلا بعد الإذن، عشان كده الأنبياء كلهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله في باب الشفاعة. أنا كنت دار أتناوله الليلة، يكون ثلاثة أبواب لكن لقيت إنه فيه توسع، نخليه إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل. حتى الشفاعة العظمى يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام بيجو بيشفع طوالي ولا بيعمل شنو؟ بيسجد، صح ولا ما صح؟ بيجو بيسجد. بيجينا الحديث إن شاء الله في روايات، منها رواية أنس رضي الله عنه يسجد تحت العرش لله تعالى ويحمد الله بمحامد يفتح الله عليه إلى أن يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تجب. بعد جاء الإذن، عرفت المزرعة دي بتجينا إن شاء الله في وقتها. عشان كده أنت ما بجوز لك زول ميت تطلب منه ولا زول غائب تطلب منه، الحي الموجود ده لو طلبته، دي جوزها بعض أهل العلم من الحنابلة والأحناف والمالكية وكريهها الشافعية. حتى الحي تطلب منه كريهها الشافعية، قالوا لأن فيها نوع انكسار أو كذا أو كذا، لكن جوزها بعض أهل العلم. إحنا في ملخص الكلام الكرهوة والقالوا جائز ما بقولوا إنه ده شرك،
حي موجود تقول لي أسأل لي الله، لكن الشرك يكون غايب وانت تناديه، أو يكون ميت وانت شنو تناديه، ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب بعد هذا قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، الآية دي بتتكلم عن الملائكة، إذا أراد الله أن يوحي بالوحي من قوة كلام الله تعالى ومن شدة خوف الملائكة من الله تعالى يخرون خضعانا لله تعالى ويصعقون، كما سيأتي بيان ذلك في الحديث إن شاء الله. فيرفع جبريل عليه السلام رأسه بعد أن يقوم هؤلاء الملائكة من الصعق، يعني وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال أن جبريل هو أول من يرفع رأسه، فيها مقال لأن فيها رجلين، فيها رجلان الوليد ابن مسلم وهو مدلس وقد عنعن في هذه الرواية، وفيها نعيم ابن حماد الخزاعي وقالوا هو إمام في السنة إلا أنه ضعيف في الحديث، قد الزول يكون إمام عالم لكن يكون أحيانا يعني حفظه يعني ضبطه قليل إلى آخره، فيكون حديثه ضعيفا من هذه الناحية اللي طعن في الضبط وليس في العدالة. المهم نحن في كل الأحوال الملائكة ترفع رأسها وتسأل جبريل عليه السلام ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، لأنه لا يقول إلا حقا كما قال تعالى فالحق والحق أقول، فالحق والحق أقول يعني وأقول الحق، لكن قدم المفعول على الفاعل لإفادة الحصر أنه تعالى لا يقول إلا حقا. طيب وده يا جماعة يوريك عظمة الله سبحانه وتعالى، إذا كان مجرد الكلام الملائكة مع عظمتها جبريل 600 جناح، والملك من الملائكة من حملة العرش في سنن أبي داود حديث معروف من رواية جابر رضي الله عنه صحه الحاكم والذهب والألباني، وذكر ابن كثير في تفسيره لسورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، يعني بس من أضانه لكتفه 700 سنة تجاري في حصان راكب في حصان وجاري، فشوف الخلقة العظيمة في الملك. وبعد ذا إذا سمع كلام الله صعق، هيك أمره عظيم كلام الله سبحانه وتعالى. طيب قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان، صفوان الحجر الأملس، والسلسلة في الحجر الأملس لها صوت معروف، قال ينفذهم ذلك، قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أي هذا الأمر وهذا الصوت وهذا الأمر ينفذهم، يدرك هؤلاء الملائكة وينفذهم، فإذا وصلهم أو أنفذهم خروا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخروا وهم الواحد منهم مصعوق. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم أي قاموا بعد الفزع، وده تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قاموا بعد الفزع، قالوا ماذا قال ربكم، يعني من شدة قوة هذا الكلام أننا صعقنا فلم نسمع شيئا، ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان، هنا سفيان ابن عيينة، بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني الشياطين بيحاولوا يسمعوا شنو الكلام ده. في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن الملائكة تنزل إلى العنان إلى السحاب وتتكلم بهذا الأمر فتسمعه الشياطين أو من شاء الله ممن
يسمع من الشياطين. وسفيان بن عيينة وصف الكلام ده بأصابعه، فرق بين أصابعه وأمال يده، يعني الشياطين بيطلعوا فوق بعض ويشيلوا الكلام ويجيبوا لشنو؟ للساحر أو للكاهن، للكاهن يجيبوا له الخبر بيموت فلان بعد شهر، يقوم يقول الكلام ده في الفريق بعد شهر فلان يموت خلاص، تاني يديهم 100 كذبة كما سيأتي يصدقوه، يقول لك يا زول وده بكذب يوم داك والله قال بعد شهر، بعد شهر كتلوا مرة واحدة مات طوال، تاني كان جابوا 100 كذبة يقولوا لا ما زمان قال كذا ما قال كذا. ودي علق عليها المصنف تعليق جميل جدا في آخر فائدة نختم بها إن شاء الله. طيب قال فيسمع الكلمة، ده الشيطان الفوق ذو التحت ده تعبان ذاك الفوق، قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. شوف الحرص على الباطل، يعني بديه للتحت للتحت لحد ما يوصلوها شنو؟ تحت، يتعاونون على الإثم والعدوان والسحر والكهانة والشر. قال حتى يلقيها على لساني، قال فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. يعني يمكن الشهاب يجي يعني من السماء كما قال الله تعالى في القرآن إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، قد يدركه وقد لا يدركه. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ده حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيح. وده بحل لك الإشكال بتاع إنه بقول لك نحن مشينا لدجال ولقى لنا الرايحة ودجال وقال لنا بيحصل كذا وكذا، أها قال المرة دي صدق وهو يتعامل بالشياطين وكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أنت تمش ليه وتكفر زيه ويكذب بعدها 100 كذبة كذبة يقول لما قال يوم ده كذا 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 إلى بعد. قالوا عن النواس بن سمعان، وده الحديث الضعيف يا جماعة الذي ذكر رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. والحديث ضعف الشيخ الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم وضعيف. طيب فيه مسائل نختم بها وفيها ختام الباب إن شاء الله تعالى. يعني ضعف ده بغنين الحديث جنو القبيل الصحيح. فيه مسائل، الأولى تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نحن فسرنا الآيات التي في هذا المعنى. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك لأنهم صعقوا وما سمعوا شيئا.
الخامسة أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، في الرواية التي تكلم فيها. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل في الرواية. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، أهل السماوات كلهم، يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله عز وجل، رواية ضعيفة. العاشرة أن جبرائيل اللي هو جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، دي ثبتت بنصوص أخرى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. طيب الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، ودي ثابتة كما في الحديث الأول وكما في الحديث الذي ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها، وفي فتح المجيد أيضا ذكره وخرجه، طيب ذكر تخريجه. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا كما وصفه، وصف تلك الصفة وصفها سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب، يعني يرسل هذا الشهاب بسبب هؤلاء الشياطين من أجل أن يحرقهم، كي شياطين الإنس بتحرقهم بالنصوص من فوق، وشياطين الجن تحرقهم هذه الملائكة وهذه الشهب من فوق أيضا النجوم. الرابع عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، وليه من السحرة أو الكهان إلى آخره. الخامس عشر كون الكاهن يصدق أو يصدق بعض الأحيان لأنه استرق شيطانه له كلمة. السادس عشر كونه يكذب معها مئة كذبة. السابع عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامن عشر ديلك الكهان الزمان، والكهان اللذي ديل كمان عندهم وسائل كثيرة جدا، بس الزمن جاء ديل عندهم وسائل خراتيج بيتكلموا حاجات كثيرة. طيب الثامن عشر قبول النفوس للباطل، وده يا جماعة فائدة الناس ينتبه لها وبعد ذاك إن شاء الله. قال قبول النفوس للباطل، المصنف استنكر، كيف استنكر؟ قال كيف يتعلقون بواحدة، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة أو كذبة، يعني الناس زي الكاهن بيكذب لهم مئة كذبة ويصدق لهم مرة واحدة، يخلوا المية ويتعلقوا بشنو؟ يقول لك الزول ده صادق، يوم ده قال فلان بيموت وفلان مات وسرقها من فوق. التاسع عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بهذه الشياطين إلى الكاهن إلى آخره. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الصفات في النصوص دي في الوحي في أن الله تعالى يوحي بالكلام، أي أنه يتكلم، هذه من صفاته، وكلم الله موسى تكليما. وفي الرواية الضعيفة إذا أراد فيه إثبات الإرادة وهي من صفات الله تعالى، لكن في آيات صحيحة كما القرآن صحيح معروف، وإذا أراد الله بقوم سوءا، ففي إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. الحادية والعشرون دي قبل الأخيرة من المسائل أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل، دي الرواية الضعيفة. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا هؤلاء الملائكة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.